في موضوع سكن تعيش عائلة بقلب مدينة مستغانم وبالتحديد بحي المطمر الشعبي تعيش وضعا صعبا بعد انهيار البناية المتواجدين فيها منذ شهر مارس المنصرم. نتابع المزيد مع أنيس بن خالة وزميل سيد علي قصير. هو ما تبقى من سكن أيل للسقوط في أي لحظة بحي المطمر الشعبي وسط مدينة مستغانم، حي تتهاوى سكناته الواحدة تلو الأخرى وحياة قاطنيه في خطر. في المضمار بنات عجماء على الوحدة عنار طاح الحيط. تليفوننا البومبيا، جات البومبيا دارت الرابور تاعها، عاودنا طلعنا على سيرفيس دوربالين، جاو داروا البومبيا الرابور تاعهم. قالوا لنا في هذه السيمانه غادي نروح لكم ما كان والو. كيما البارح انا كنت نغسل في المعين طاح لي نص الحيط هذا. معايا الغريه راك تشوف فيه دور. الصباح كي نوض نصيب القطوطه داخلين، الفيران داخلين. كي داير بلاستيك كيما هكا كي يطلع يبقى الريح، يبقاو كاع العباد فايتين منا يشوفوا فيا، تسمى شغل راني قاعده برا. حرز 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 هكا غاشي يجوا عندي ولا في طعو ولادهم ما مش يجيبوهم خاطر يخافوهم منا اليهود، وهذا الكراج منك على طايح. وضع صعب تواجهه العائلة، الجدران تهاوت، السقف يتداعى تدريجيا، العائلة أصبحت تعيش في الهواء الطلق والمشاهد لا تحتاج إلى تعليق. يا أخي المزية ربي جابكم وراكم وتشوفوا بعينكم هنا، وكاش أكبر دليل كما الصورة، ما كاش أكبر دليل كما الصورة، رانا في هذه الوضعية من مارس، عارف حيط طوله 10 أمتار والعلو تاعو 10 أمتار. هاد السلطات راهم يقارعوا حتى توقع الكارثة، واحد يموت ولا عائلة كاملة تموت باش يعطونا السكنة. لتبقى آمل العائلة بالحصول على سكن يرفع عليهم الغبن الذي يواجهونه، خصوصا وإننا مقبلين على فصل الشتاء الذي حتما يثقل من معاناتهم.